نصر الله لا يستحق أن يترك وحيدا، ولبنان والضاحية الجنوبية لا تستحق الموت ببطء. هكذا كانت عناوين احتدام مشهد الحرب الإسرائيلية على حزب الله ولبنان. وبنص هذا المشهد الرهيب واحتشاد الجيش الإسرائيلي على الأرض وتحليق آلة الموت في السماء، كانت الساعات تشي بالخذلان وقلة الناصر. ورغم هذا المشهد الحزين الدامي، استمر حسن نصر الله وبشهادة العدو قبل الحليف، متمسكاً بوعد قطعه للمحاصرين في غزة، ولم يهن ولم ينكل، وكان يمضي على بصيرة من أمره، يتساقط أصحابه واحداً تلو الآخر، والرجل متمسك بموقفه. كان يستطيع القبول بشروط إسرائيل وإسكات جبهته في الشمال، لكنه قال ذات مرة في إحدى سنوات مجده الخالدة: أتعطوننا الأمان وشعب فلسطين لا أمان له؟ أتعطوننا الأمان وأطفال فلسطين لا أمان لهم؟ لم يكن لديه مشروع نووي ليفاوض عليه، ولم يكن له أموال مجمدة ليستعيدها، لم يكن له أحلام إمبراطورية ليحافظ على نفوذها في الأمصار والمدن البعيدة. كانت لديه كلمته فقط، ولم يجد بها، بل جاد بنفسه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ما راح نخوض بالأخبار المتسارعة، بل سنبدأ بتتبع الطريق والظروف والإشارات اللي انتهت باغتيال سيد حسن سيد المقاومة، لأن كل شيء بدأ يتغير عندما بدأت إسرائيل تدوس الخطوط الحمر اللي وضعتها إيران أمام غزة. قصفت وقتلت وأوغلت بالقتل، وهي تراقب إيران، وراحت أبعد من هذا واجتاحت غزة بريا، وطهران تكتفي بالتهديد الشفهي، إلى أن اغتالت إسرائيل في بداية الرابع بهاي السنة قائد الحرس الثوري في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي بمبنى القنصلية الإيرانية بدمشق. وعلى هذا الحدث اضطرت إيران للرد على إسرائيل بهجوم محدود أسماه العالم استعراض قوة الردع، لكن استمرت إسرائيل بمحاولات إجبار إيران على إظهار القوة بدل استعراضها، والطريق كان مليء بآثار إسرائيلية بكل مكان. ومن سقوط طائرة رئيسي إلى اغتيال إسماعيل هنية بطهران، بقت إيران تمارس روتين التهديد، وتواصل إسرائيل روتين القتل والتدمير، وأسبوع بعد آخر تنمسح كل الخطوط الحمر الإيرانية هي وغزة، ثم تتفرغ إسرائيل لحزب الله، لنصر الله، الجبهة الأقوى في المحور، بل الجبهة الأكثر مواجهة لإسرائيل من كل المحور، الجبهة اللي ما بيها ضباب يخفي خلف المساومات والمفاوضات، الجبهة الأكثر ولاءً لمشروع المقاومة، بل عمود خيمة المحور. والمفروض خط إيران الأحمر، لكن اللي لازم نعرفه أنه الخطاب الإيراني بدأ يتغير مع صعود الرئيس الجديد. تختفي تصريحات الرد على اغتيال هنية، وتختفوا يا الخطوط الحمر، وبالوقت اللي تتحدث بإيران عن السلام واستعدادها لإلقاء الأسلحة والحوار، تغتنم إسرائيل الفرصة
وتنفرد بنصر الله وتنفرد بحسن نصر الله بعدما اتخذت إيران من الليل جملا. نصر الله لم يكن مقاوما عاديا. نصر الله هو كل ما تمتلك الذاكرة العربية والإسلامية من انتصارات على إسرائيل. نصر الله كان أمة في رجل، واحتاجت إسرائيل لقتله إلى ذخيرة تكفي لقتل أمة وليس رجلا واحدا. كل المكاسب اللي قد تدفع مقابل التخلي عن إسناده ستظهر حتما في إيران ليس في مكان آخر، وإن لم تظهر فسيكون العار أكبر. نصر الله كان يستحق أن ترمي إيران بنفسها في الحرب، لكنها لم تفعل ولن تفعل، وسيكون على المكلومين بمقتله الذين يشعرون مثلنا الآن بثقل صباح العاشر من المحرم، سيكون عليهم استخلاص الدروس وبناء بلدانهم وعدم الاكتفاء والقتال بمحاور فدائية، لأن إيران لن تستسلم حتى آخر جندي لبناني ويمني وعراقي، وقد نكلم بضاحية وطف جديد، ونتنفس نفس الخذلان الذي نتنفسه منذ جمعة الضاحية، ضاحية الطف في لبنان. السلام عليكم. نواصل متابعة تطورات الأحداث في لبنان مع القيادي في تيار الخط الوطني حمد السيد، ومن لندن مع الصحفي والباحث في الشأن السياسي نجاح محمد علي، ومن بيروت الصحفي داود رمالة. حياكم الله ضيوف الكرام. خليني أبدأ من لندن. سيد نجاح محمد علي، محيت غزة وانتهت حماس وضربت الضاحية ولبنان وانتهى حزب الله وبدأت بواكير نهاية عبد الملك الحوثي وجماعته، هذا اليوم متى ستتحرك إيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك وتحية لك وللضيوف الكرام، وقبل ذلك تحية للشعبين العربيين في فلسطين ولبنان ولكل المقاومين. وأنا لا أعزي، أنا أهنئ باستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله الذي نال هذا الوسام الرفيع. ولكني أقول في البداية، بما أنك تحدثت بمقاربة كربلائية رائعة ورائعة جداً، لكنك يعني قمت بالوغز الشديد فيما يتعلق بالوغز، الوضوح الشديد، الوضوح الشديد. لا ما يخالف، تفضل. يخالف تفضل. انت مع يعني مع ملاحظة يعني انك قلت انتهت حماس، انتهى حزب الله، انتهت. انا ما قلت الغمز لاني احسن الظن بك، قلت الوغز. وتحدثت عن إمكانية أن ينتهي أنصار الله وهكذا دواليك. أود أن أشير، وأنا قلت لك سابقا في أول يوم من طوفان الأقصى أن إيران لن تتدخل، وهنالك تعريف يختلف فيما يتعلق بكيف تتدخل إيران، والحرب الشاملة ما هي وماذا تعني من وجهة نظر إيران ومن وجهة نظر الآخرين. و أنت تسمع منذ أن اندلع هذا السؤال أين إيران، حتى قبل أن تأتي مرحلة جمعة الضاحية كما ذكرت. أولئك، وأنا اسمح لي يعني لا يعني لا تعتبر الكلام موجه إليك أبدا، أنا أعرفك وأنت صديقي وأخي. كل الذين قالوا أين إيران ليسوا لا حماس لا الجهاد لا حزب الله لا نصر الله
لا فصائل المقاومة العراقية الذين قالوا أين إيران، كلهم يتآمرون على حركات المقاومة وتحديدا في فلسطين وفي لبنان، وكانوا يرددون أو هم صدى للوحدة 8200، لأن أين إيران عندما تتدخل إيران وهي دولة في هذا الصراع، ستحول الصراع إلى صراع دولي مباشر وينتهي بوقف إطلاق النار، وتصبح هذه الفصائل تابعة للإرادة الإيرانية وتنتهي وتتأكد وتترسخ عندما تتدخل إيران. خلينا واضحين، عندما تتدخل إيران بشكل مباشر ستنتهي إيران، لذلك فلا مانع لدى إيران أن تنتهي لبنان وينتهي العراق وينتهي اليمن ما دام إيران سالمة، ما دام إيران تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية في برنامجها النووي وتفاوض لرفع العقوبات، ما دام أنه إيران سالمة وباقي الدولة ما يهمها نهاية لبنان ونهاية إيران ونهاية العراق ونهاية اليمن ونهاية سوريا، لا يهم هذا الشيء. أخي أحمد، عندما تتدخل إيران، وإيران قامت بالرد على قصف قنصليتها وهذا حقها الطبيعي، أما عندما تتدخل إيران وتقصف، هي طبعا تنتقم بطريقتها الخاصة، هي لا تترك حلفائها، لكن عندما تدخل وتتدخل بالطريقة التي تذكرها حضرتك ويريدها الآخرون، يعني هي تريد أن تورط حزب الله وتريد أن تورط نصر الله وتريد أن تورط السيد الملك الحوثي وغيرهم، وتقول للعالم هؤلاء أتباعي. أما فيما يتعلق بالمفاوضات، أنا أؤكد لك بضرس قاطع، أولا لا توجد مفاوضات حتى الآن، وإن وجدت، وإحنا تحدثنا أنا وأنت سابقا، فإن وجدت في المرحلة اللاحقة فهذه المفاوضات تتعلق بملف مختلف تماما، الملف النووي، لأنهم يخشون من أن تصبح إيران قنبلة قوة نووية عسكرية. لكن الحرب، أنت تقول ستنتهي إيران عندما تتدخل، عندما تتدخل إيران فصدقني أن هذا الشعار الذي رفع في زمن الحرب العراقية الإيرانية، طريق القدس يمر عبر كربلاء، كربلاء الجغرافيا الأرض التي تعني أي مكان، يعني كل الدول في المنطقة، كل الدول ومنها العراق والسعودية ودول في مجلس التعاون الخليجي، كلها بالتأكيد ستكون مسرحا لحرب لا تذر، لا تبقي ولا تذر. هذه الحرب، والحرب تنضرب إيران، والحرب تنضرب إيران، لم يبقى لقوة الردع الإيرانية من قيمة، لن يبقى. هذا الخطاب شبعنا منه، وإيران لن ترد، هذا واضح. لكن سيد داود، خلينا ننتقل لبيروت، طريق العزة والكرامة والصراع العرب الإسلامي مع إسرائيل طريق طويل، ويحتاج الكثير من التضحيات، ويحتاج الكثير من الصبر، والصبر استراتيجي كلمة معبرة جدا عن طريق التعاطي رأس الرمح في كرامة العرب والمسلمين اللي هي إيران. طريق التعاطي إيران يا سيد داود هي يعني هي الطريقة المناسبة اللازمة لمقاتلة إسرائيل وعودة فلسطين العربية المسلمة يا سيد داود. يعني تحياتي لك ولضيوفك الأعزاء، عندما أتكلم من بيروت أتكلم من غضب الناس ووجع الناس وهؤلاء المذبوحون في قلوبهم، وبالتالي ليست هي نكسة وليست هي نكبة، هي أكثر من ذلك. التعبير في البيئة المقاومة في لبنان هو تعبير واضح، يعني يخاطبون سماحة السيد الشهيد: يا وحدك يا وحدنا السبي من كربلاء إلى يوم الدين. بالتالي نحن بدأنا نقرأ التحول، وأنا أول من كان خرج إلى الإعلام في 8 أكتوبر وقلت لو أن السيد حسن لا يذهب إلى فتح جبهة الإسناد، لأن عملية 7 أكتوبر بتوقيتها وهي سنة الانتخابات الرئاسية الأمريكية هو توقيت مشبوه،
وبالتالي المطلوب توريط حزب الله وصولا إلى تحويل الجبهة الرئيسية إلى جبهة لبنان، لأن المطلوب هو تدمير الحزب بقرار دولي شامل. وأن هذه الحرب، أنا أول من قلت هذا الكلام، أن هذه الحرب لن تنتهي إلا باغتيال السيد نصر الله، وهكذا وصلنا إلى هذه اللحظة المأساوية. لكن اليوم الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن هيكلية حزب الله لم تتأثر وأعيد بنائها. ترسانة الصواريخ لحزب الله لا زالت بنفس القوة، ولا زالت إيران داعمة لمحور المقاومة ولأطراف محور المقاومة. خليني والحرب طويلة. لا والحرب طويلة سيد داود، حرب طويلة. ولو قضي على حزب الله وعلى الحوثيين وعلى المقاومة الإسلامية في العراق فبإمكان محور المقاومة بناء من جديد. تفضل. أنا سأضيء على نقطة مختلفة كليا. فضل. نحن بس اسمح لي أكمل فكرتي للآخر. نحن بدأنا نقرأ التحول منذ اغتيال قاسم سليماني. قاسم سليماني كان أخا لصيقا للسيد حسن نصر الله، وخاض معه المعارك الاستراتيجية التي لها علاقة على مستوى الإقليم. باغتيال قاسم سليماني عرفنا أن هناك تحولا نوعيا في السياسة الإيرانية، ولا أخفيك أنني أنا ممن يرصد هذا التحول في السياسة الإيرانية، وأن الأعم الأغلب في إيران يريد الانتقال من منطق الثورة إلى منطق الدولة. وهذا الانتقال من منطق الثورة إلى منطق الدولة يحتاج بطبيعة الحال إلى التغيير في السلوكيات الإيرانية في التعاطي مع ملفات المنطقة. لم تكد دماء قاسم سليماني تجف، وكنا نحن أمام مشهد جديد احتضنته الصين. يعني الصين، وكان ممثل إيران في الصين في المفاوضات مع المملكة العربية السعودية، هو الجنرال شمخاني. وما أدراك ما الجنرال شمخاني، الذي له موقف سلبي جدا من فصائل المقاومة في المنطقة. هنا بدأنا نرصد المخاطر التي تتهدد مصير فصائل المقاومة ومنها حزب الله. هل هناك ملاحق سرية في الصين بأن هذا التقارب وهذا يعني حجز إيران لها دور فاعل على مستوى الأمن الإقليمي يحتاج إلى التضحية ببعض العناوين؟ ليس أنا لا أتحدث التضحية ببنية حزب الله أو ببنية المقاومات، إنما ببعض العناوين التي صارت عند الإيراني تشكل ربما عبئا عليها. لأنه لا يخفى على أحد أن شخصية السيد نصر الله طغت على كل القيادات الإيرانية، وقدم نموذجا متقدما على كل هذه القيادات الإيرانية. أكملنا المشهد. الذي أنا من الناس الذين يقولون أن السيد نصر الله في هذا اليوم المشهود، يوم الجمعة، ذهب إلى الشهادة بقدميه. لماذا؟ لأنه كان مفترضا بعد الدخول في جبهة الإسناد، وبعدما بدأت رفاقه وأركانه يتساقطون الواحد تلو الآخر، وبعد موقعة البيجر واللاسلكي، أن يكون هناك ردا صاعقا على إسرائيل. أقله فلننطر إسرائيل بآلاف الصواريخ، ومنها الصواريخ الدقيقة. هناك من كمش السيد على يده ومنعه من ذلك. من هو؟ على ما يبدو أن من الذي كمش على يد السيد؟ جعل السيد يعيد. الإيراني. جيد. لأن الإيراني الذي، لأنه كل منظومات الصواريخ الدقيقة والنقطية يوجد في هذه المنصات خبراء إيرانيين هم بالشراكة مع الضباط في حزب واضح. الله المتخصصين في إطلاق الصواريخ واضح. هم بالشراكة يطلقون هذه الصواريخ. عندما ضابط الحرس الثوري الموجود يقول لا يعني لا، وبالتالي عندما وجدت سيد نصر الله واضح. أن إيران لا تريد الذهاب إلى حرب إقليمية، هناك تحول جذري في طبيعة المواجهة. موقعة البيجر كانت النموذج، 5000 بين شهيد وجريح، لبل 6000 مع ما لحقها واضح. موقعة اللاسلكي قرر أن يختم حياته ويخلدها بهذا الموقف. بقي وحيدا فريدا، وبالتالي كان بإمكانه أن يتخفى، كان بإمكانه أن يطلب نقله إلى إيران.
أو إلى أي بلد آمن. واضح الفكرة، واضحة لم يفعل. الفكرة واضحة. تصرف يعني كما جده الإمام الحسين، ذهب إلى ساحة الميدان وفضل الاستشهاد على أن يقف أمام شعبه لاحقا ولا يستطيع أن يبرر لهم ما حصل. واضح. ما هو الدرس المستخلص للعراقيين ممن يتبعون محور المقاومة؟ ابتداء أستاذ أحمد، أبلغ التعازي للأشقاء في لبنان حقيقة بشهادة السيد حسن نصر الله. شخصية مثل السيد حسن نصر الله لا ينبغي أن نفكر كيف مات بقدر ما أن نفكر كيف عاش طيلة هذه الفترة وكيف سيعيش بعد موته. وهذه الشخصية المحورية التي عاصرناها والتي اتصلنا بها اتصالا جيليا لحظيا بدون أي حواجز، لا علمانية ولا ليبرالية ولا مدنية، وتجد النموذج الذي يعزيه والذي يفتقده في المساحة العراقية هي المساحة الشبابية بالتحديد التي لم تدعي الانتساب لأي مؤسسة أو أي جهة دينية أو إسلامية، بل رفعت شعار المناهضة والمواجهة مع هذه الطبقة السياسية التي تنتسب إلى المنهج الإسلامي أو الشعارات الإسلامية. وهذا إن دل على شيء، دل على نصاعة وبياض هذا الرجل وقيمة وجوده في وجدان الشباب والحاضنة العربية القومية الوطنية، باعتباره صادقا في مقاومته وواضحا في مقاومته، ولم يكن في أي لحظة من اللحظات مبتزا بمقاومته، متاجرا بمقاومته ومتاجرا بقضيته. وبالفعل هو كان أقرب من غيره في المنطقة، وحتى المنتمين إلى جسم المحور هو الأقرب من غيره إلى القدس، وهو بالفعل الذي كانت بينه وبين القدس مسافات قليلة، وهذه المسافات هي اعتبارية، مسافات معنوية، مسافات وجدانية، ستحفظ لهذا الرجل السيد حسن نصر الله قيمة وجوده وأثره في الذاكرة العراقية والذاكرة الفتية العراقية. الدرس المستخلص في الداخل العراقي أن نتحدث عن واقعية. إيران لا يمكن أن تخاطر باستراتيجيتها السياسية مقابل أي تكتيك غير محسوب، حتى لو كان يحمل لون المقاومة أو لون القضية التي كانت ترفعها منذ عام 1979 وهو القدس. وعودتنا إيران الدولة أنها أن السياسة لها قيمة أبلغ وأكثر من أي تكتيك مسلح أو مجازفة مسلحة في المنطقة مع أعدائها الجوهريين والحقيقيين وعلى رأسها إسرائيل وأمريكا. ينبغي أن تستخلص فصائل المقاومة، الأحزاب الشيعية الحاكمة منذ 20 عام في هذا البلد، أنهم بإمكانهم أن لا يجازفوا كثيرا في رفع شعارات لا تنتسب إلى واقعيتهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نشك أو تشكل خاصة وأنهم ليس شعبية. ليس أغلى عند إيران من سيد حسن رحمة الله عليه. طبعا يعني ليس أغلى من سيد حسن، مو بس هذه، مو بس لا تمتلك حاضنة دينية، نحن نتحدث عن خصوصية النجف الأشرف التي لا تؤمن أيضا بوحدة الساحات أو لا تصرح بوحدة الساحات ولا تعترف بها. وخير ما نستدل به بهذا الشأن هو البيان الأخير، نعي المرجعية الدينية مكتب السيد السيستاني لاستشهاد كوكبة من المقاومين اللبنانيين الأبطال وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله، لم تلمح بأي طريقة وبأي وسيلة بأنها تدعو وتحفز الفصائل في الداخل العراقي إلى حمل السلاح. وكذلك أيضا دعوتها قبل هذا البيان بضرورة أن يكون للعراق شأنا في إغاثة وإسعاف أشقاهم اللبنانيين، حصرت هذا التكليف الشرعي والإنساني بالمساعدة وبالإغاثة. وهذا إن دل على شيء، دل على أنه الحاضنة الدينية الخصوصية الدينية التي ممكن أن تحفز الروح الجهادية العقيدة القتالية للمحور ولمن يحاول أن يجعل العراق غير موجودة، شعبية أيضا غير موجودة، لم تستطع هذه الفصائل طيلة الفترة السياق اللي تشتغل به إسرائيل، يعني بعد ما أنهت غزة وحماس وتقريبا أنهت كل الجيل الأول لحزب الله، وحزب الله وصل إلى ما وصل إليه اليوم يحتاج إلى 10 سنوات إذا قررت إيران إعادة بناء مرة أخرى، يحتاج إلى 10 سنوات ليكون حزب الله نصر الله، مو حزب الله الحالي. طيب
واليوم جاء الدور على الحوثيين، هل سيأتي الدور على العراقيين أيضا إن استمروا بخدمة الأجندة الإيرانية؟ أستاذ أحمد، نحن لا نستشعر أي خطر وجودي ضد من يحمل لون المقاومة أو الممانعة في العراق. وقلت في بداية مداخلتي الحسرة والألم الذي بداخلنا كعراقيين أو كجيل ناشئ يتابع ويعيش ويعاصر هذه المعادلة في المنطقة، وهي معادلة قاسية استطاعت من خلالها إسرائيل أن تتوسع وأن تتمادى في الاستبداد والاستكبار، نشعر بخسارة حسن نصر الله أكثر ما نشعر بخسارة أي طرف عراقي. احنا نتحدث الآن عن تجربة الشهيد أبو مهدي المهندس. أسرد حوله هذه رمزية أبو مهدي المهندس، وهي رمزية وطنية عراقية جنوبية، حضرت في المشهد السياسي والمشهد العسكري والمشهد العقائدي، وكانت لولا مكافحة داعش. هذا سؤال. كيف حفظت قيمته؟ هذا سؤال للسيد نجاح. معادلة الممانعة سيد نجاح، إلى متى يستمر العرب بخسارة رجالهم؟ نخسر رجالا كنصر الله، نخسر رجالا كجمال جعفر في طريق خدمة أجندة إيرانية. والله يا أخي أحمد، هنالك الكثير من الأمور التي طرحت في هذه الندوة أو هذا اللقاء فضل تحتاج إلى تعليق، لكني لا أريد أن أعلق على كل مفردة من المفردات لأنها كثيرة وكثيرة جدا، وكلها تحتاج إلى إثبات أنها غير صحيحة. يعني الكثير مما قاله الأخ في لبنان الأستاذ داود أيضا يحتاج إلى مناقشة. طبعا ربما في موضوع التوقيت أنا أتفق معه أحيانا، مع ملاحظة أن الكيان الصهيوني كان يعد العدة سابقا حتى قبل موضوع الطوفان أن يبدأ لإبادة الشعب الفلسطيني، وذكرت لك ذات يوم عن وثائق نشرتها مجلة ميكوميت الثقافية بالعبري عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية. لكن في قضية يعني الشمخاني واتفاق الصين وكثيرة كثيرة، هذه الأمور كلها غير صحيحة. يعني فقط أرجعك إلى باربارا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي يوم 8 آذار قبل يوم 9 قبل يوم 10 الذي وقعت فيه الصين وتبنت أو رعت اتفاق الصين بين إيران والمملكة العربية السعودية. قالت باربارا ليف علنا بأن السعوديين هم الذين جاءوا إلينا أصدقاؤنا في يعني ما أحتاج أرجع سنة لي ورا 4-5 أيام الرئيس الإيراني إيش قال؟ يعني أني هل هي من الفروسية؟ هل هي من الفروسية؟ رجل 32 سنة، أولا ليش 40 سنة معاكم داعم لكم، ترحون تتفاوضون وتطلقون هاي التصريحات والرسائل الضعيفة وتمنحون القوة لنتنياهو لقتل نصر الله؟ مو هذا انت اللي تقوله انت تروحون تتفاوضون، قلت لك هذا لم يحصل. بعدين الرئيس اي رئيس ليس له صلة بموضوع الحرب والسلام في ايران، ليس بيده. يقول الاستاذ والله الكبس على اليد، تعرف من الذي يكبس على يد حزب الله؟ هم نفسهم أولئك الذين يشككون فيه سابقا والآن يرفعون لماذا لم يضرب حزب الله الكيان الصهيوني، ونفسهم هي الجبهة الداخلية في لبنان. هم الذين أضعفوا نصر الله وحزب الله في مسألة القرار الرد، وإلا الإيرانيون ليس لهم. أنا أقولها لك، ومتى استطاع اللبنانيون أن يمنعوا السيد حسن نصر الله وحزب الله من اتخاذ أي قرار يخص الحرب ضد إسرائيل؟ متى استطاع اللبنانيون سواء من الشيعة أو حتى من المعارضين، متى سمع لهم السيد حسن نصر الله؟ هل سمع لهم في 2000؟ في 2006؟ قبلها لم يسمع لهم. يا أخي خل أحكي. إيه بس رحت أخذتني بعيد، ما جاوبتني على سؤالي. يا عزيزي، مو كل ما يرفع كل ما يتحدث نصر الله وتتحدث المقاومة في لبنان يقولوا له ليس واحد ودينا
مثل 2006 انت اعتبرت لبنان رهينة، قرار الحرب والسلم ليس بيدك، مع انه مفوض من البيان الوزاري في كل الحكومات بالدفاع عن لبنان. كل هؤلاء الذين الان يتباكون على حسن نصر الله شاركوا في قتل نصر الله. اين العرب؟ دولة عربية، دولة عربية ما لنا علاقة بالعرب، حتى لا يروح العرب طبعوا خلاص طبعوا، دولة عربية طبعوا، دولة أين دولة إيران دولة التي ستمحو دولة إسرائيل عربية. العرب كلهم طبعوا، أين إيران؟ إيران التي تقتل ينقتل يقتل حسن نصر الله وتبقى ساكتة، يقتل جمال جعفر العربي وتبقى ساكتة، أين إيران؟ العرب لم يرفعوا شعار محو إسرائيل. دولة عربية، العرب دولة، أكو دولة، أكو تفصيل بالأكشن، دولة عربية موجودة غير مطبعة بشكل رسمي شاركت مباشرة في عملية اغتيال نصر الله، وهذه الدولة ستتلقى ضربات قوية جدا من اليمن. أنا أعلن لك علانية، أنا أعرف بالتفاصيل، اليمن ستقود محور المقاومة، المحور الذي يتألف من الفصائل. هذا لا يعني أن حزب الله ضعف أبدا، حزب الله لن يضعف. أنا ليش قلت لك في البداية أنني أهنئ باستشهاد نصر الله؟ لأن نصر الله كان هو يريد، أنت تعرف، أعطيك أيضا معلومة، طلب منه الانتقال من لبنان مو بس إلى إيران، حتى عرضت عليه دول بشكل سري دون أن يعرف أحد ذلك، رفض. تعرف، لأن تعرف نصر الله في ولائه وعشقه للإمام الخميني، الإمام الخامنئي، وأنه حتى في مدفنه، مكان مدفنه، أوصى أسرته، هذه معلومات خذها مني، أوصى أسرته بأنه ما يقوله السيد والقائد علي خامنئي هو الذي يتحقق. ولكن مع كل ذلك، إذن عندما سمع الرئيس الإيراني بأنه إيران مستعدة لرمي سلاحها، قال لك خلي أروح أموت شهيد أحسن، لأن الجماعة راح يأمروني أنه أستسلم. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لم يقل أولا لم يقل بزشيان ذلك، وإن قال فرض المحال ليس بمحال، ليس له أهمية، لأن الحرب والسلم بيد الولي الفقيه، ولأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي هو يقرر القرارات الاستراتيجية ويرأسه واضح يرأسه الرئيس الحالي واضح، هذا هو عضو واحد في من تسعة أشخاص. كل ما قيل داود واضح، أكرر، كل ما قيل عن الرئيس الإيراني فيما يتعلق بالمفاوضات والصفقات والمقايضات أنا أنفيه جملة وتفصيلة، ولدي معلومات، ولدي بالفارسي ما قال، وترجمت كل ذلك وأكرر لا مرة أخرى. لعد الهجم اللي عليه، لعد الهجم اللي عليه من الصحافة الإيرانية المتشددة شنو؟ عموما إيران عودتنا أن تلعب بعدة أوراق، وأنها يا سيد داود، سيد داود، إيران مستعدة الآن وتخطط للمعركة الكبرى، وسترد ردا ساحقا على إسرائيل على كل جرائمها السابقة ابتداء من ليس فقط إسرائيل. لحظة 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 لحظة، كل الدول، السؤال كل الدول، كل الدول، وقريبا يا سيد داود، وقريبا ولن يطول الأمر. تفضل سيد داود. أولا بخن لكم أن جثمان وجسد السيد حسن نصر الله ستحتضنه تراب العراق، وسيكون بجوار جده الإمام الحسين. هذه نعمة، وهذا شرف إضافي للعراق، وهذا أيضا له مدلول أن يوصي السيد حسن بأن يدفن في كربلاء وليس في مشهد أو في قم. بالتالي إيران يعني الدولة لن تخوض حربا لأجل مقاومة، هي تدعم بالمال والسلاح، وأيضا ولكن حتى بموضوع السلاح هي توقت وتحدد طبيعة الأسلحة التي ستستخدم. نعم سنذهب إلى مواجهة كبيرة، ولكن لن تخوضها إيران بالمباشر. تحدث ضيفك من لندن عن اليمن، أقول بصراحة لولا التدخل اليمني
إلى جانب حزب الله بعدما دخل حزب الله في معركة الإسناد، لكانت ما نشهده الآن منذ أسبوع أو أسبوعين في لبنان من مجازر ومن حفل التدمير لكان حصل منذ أكتوبر الماضي. التدخل اليمني نعم عدل الموازين، موازين القوى، ونحن في لبنان الآن بكل صراحة أقول لك نراهن على هذا البأس اليمني في دفع وفي المساعدة للتخفيف، لا بل في وضع حد لهذا الإجرام الإسرائيلي الذي يرتكب بحقنا. أما لضيفك في لندن، أنا لن أناقشه إن كان تفاوض أو لا تفاوض. أنا أيضا لدي معلومات أن الوفد الذي رافق الرئيس الإيراني إلى الأمم المتحدة عقد اجتماعات متواصلة ويومية مع الوفد الأمريكي، وبالتالي حتى في الوقت الذي كان يوقع فيه نتنياهو من نيويورك على قرار اغتيال السيد حسن كان هذا الوفد مجتمعا مع الوفد الأمريكي. حرة إيران أن تفعل مصالحها، ولكن أسأل ضيفك، عجيب غريب، أين محلت إيران في أي دولة؟ تبقى الفوضى قائمة. في العراق إيران تدخلت ولم يعني تبنى الدولة ولم يحصل هذا الرفاق. سيد نجاح، سيد نجاح، السيد داود لم يقاطعك أيضا، السيد داود لم يقاطعك، سيد نجاح يا خي، متى يا خي استمعت لك، خليك اسمع لي إذا بتريد، اسمع لي إذا بتريد. عجيب غريب، أين محلت إيران؟ حلت الفوضى الآن. إذا لم ينتبهوا إلى موضوع سوريا أيضا، سيد نجاح وانطل فرصة ينتبهوا إلى موضوع سوريا أيضا ستحل الفوضى. رجاء تفضل أكمل سيد داود. أكمل سيد داود تفضل. أنا أقول المطلوب من العراق والمطلوب من لبنان والمطلوب من اليمن أن يلتفتوا إلى الوضع الداخلي. نحن في لبنان أقولها بكل صراحة، الشيعة في لبنان لا يمتلكون مشروعا خاصا خارج الدولة. المشروع الشيعي الذي تربينا عليه في لبنان من السيد عبد الحسين شرف الدين إلى السيد موسى الصدر إلى السيد عبد محمد حسين فضل الله إلى الإمام شمس الدين إلى السيد حسن نصر الله الذي يقول أنه شايف الخامنئي ومش مصدق، هو حر تقول اللي بدك إياه. حتى السيد حسن نصر الله المشروع الذي ربانا عليه هو مشروع لبناني محض. بالتالي علينا الالتفات إلى بناء مؤسسات الدولة اللبنانية وإعادة الاعتبار لمنظومة الدولة والبناء هذه المؤسسات، وأن ننضوي من ضمن هذه المؤسسات ونلعب دورنا الطليعي في هذا المجال تماما كما يجب أن يكون عليه الوضع في العراق. نحن العرب الشيعة لسنا بحاجة إلى أوصياء من الشيعة الفرس لك يا بكل صراحة. نحن أسياد المواجهات تاريخيا، ونحن قبل أن تكون الجمهورية الإسلامية كنا نقاتل إسرائيل وسنبقى نقاتل إسرائيل. هذا الكلام إذا صدر من عراقي قد يقتل، يقذف، قد يقتل، إذا ما يقتل يقذف بالعمالة ويقذف هي وصلت المرحلة إلى اتهام فصيل تابع للمرجعية الدينية. قال بشكل غير مباشر وعلى نحو التلميح لمح إلى أن ولاء بعض الفصائل في الحج الشعبي ليس عراقيا وليس وطنيا، بل ولاء سياسيا متصلا بالانتخابات ومصالح الكرسي والوصول إلى البرلمان. تجد بشكل واضح كيف لا فرق لي، لا 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 انا جاي فرق لي، فرق لي، فرق لي بين من يستغل ويستثمر مشروع المقاومه وكذا من اجل مكاسب شخصيه وسياسيه وغيره، وبين لا عندنا مقاتلين ومجاهدين لا شايفينهم بالتلفزيون لا سامعين بس بيهم، مثل ما انكشفت هسه هاي دول الابطال اللي قتلتهم اسرائيل، ابطال حزب الله ما كنا شايفينهم لا نعرف. لا هو هذا خلينا نتوقف، قصدي اكو خلينا نتوقف بالتفصيل هنا شوي. لكن قصر. هذا الفصل اليوم توقفت كثير، لا اريد اوقف يا من مصلحه البلد ايران، مصلحه البلد عندها مشروع، انت تتحدث عن مشروع باكر، باكر اذا صعدت المقاومه الاسلاميه العراقيه من عملياتها لن يتردد نتنياهو عن محو بغداد.
طيب واضح سياسته. طيب هو هذا هو اللي جاي نقوله، ما الأسلم وما الأصوب للقادة الشيعة في العراق؟ هل يستطيعوا بالنهاية أن يكونوا أوصياء على القناعة الشيعية في الداخل العراقي التي يعني تتخطى نسبة وجودها 70% من كل المجتمع العراقي؟ هل بالفعل هم قادرين على القرار بالنيابة عن هؤلاء الشيعة بأن يخوضون حربا جوهرية مع الكيان الإسرائيلي من الداخل العراقي ويتحملونهم والشعب العراقي والشيعة في الداخل نتيجة هذه الحرب؟ أنا أقول هناك قرارات استراتيجية أولى من البندقية. هذه القرارات استراتيجية أن نعود خطوتين ثلاث خطوات للوراء ونرمم بناء. ليش خلينا نصير ذكي مثل إيران؟ اسمح لي خلينا نصير ذكي مثل إيران. إيران عندي بزشكيان بيشتغل وعند الحرس التوريد يشتغل. أنت عندك خلاص تشتغل بالورقتين. أنت تحكم الآن، أنت تحكم الآن بهويتك الشيعية وبقناعتك الشيعية وبثوبك وبلونك وبكل بشكل صريح. إحنا اليوم أعلننا حداث لمدة 3 أيام الحكومة العراقية. هذا ما يحدث فيه في حكومات أخرى في المنطقة. سبقنا السيد علي خامنئي طبعا من انطلاق الاختيار. لذلك لا أحد يشكك. لو منتظرين شوية كان انطلاقنا 5. لا يستطيع أحد أن يشكك بقناعتنا الشيعية وقناعتنا المتصلة بمحور المقاومة أو بالمقاومين الحقيقيين المقاومين الواضحين في المنطقة. أمثال السيد حسن نصر الله وأمثال الحوثيين. نحن واضحين نقول بالنهاية المعادلة خطرة، وهذه المعادلة هناك مجازفة غير محسوبة قد تقدم عليها بعض الفصائل على حساب الفرصة التاريخية للمكون الشيعي منذ عام 2003. هذه الفرصة التاريخية قد لا تتكرر. 21 سنة أنتم تحكمون، كان بمقدوركم أن تبنون دولة محورية، وهذه الدولة المحورية ستنتهي. هذه الدولة ستنتهي هذه الحاكمية الشيعية في العراق إن فصلت بين إيران والعراق. دولة الحاكمية الشيعية في العراق دولة مرتبطة بوجود إيران وقوة إيران وأسلحة إيران. طبعا دولة ليست عدوة لإيران، صديقة وحليفة لإيران، ونتصل معها وجدانا ودينا وروحا ودولة ليست أيضا ضد المصالح الغربية. نتحدث مصالح التي تنسجم مع مصالحنا، لا أتحدث عن مصالحهم على حساب مصالح دول الجيران. أنا أتحدث الآن برؤية استراتيجية، بعقل استراتيجي، بعقل قادة، مو بعقل أشخاص يمارسون تكتيكا غير محسوب. هذا التكتيك قد ينهي هذه المعادلة وينهي هذه الفرصة. فقط أريد أرجع إلى أمثلة لابد من الإشارة إليها ولابد أن حقيقة أنور الرأي العام. اليوم توقفت كثيرا على علي كركي، هذا القائد اللبناني اللي اليوم أعلن حزب الله نعيه. دورت بالجوجل، فتحت اليوتيوب، بالفيسبوك، نشرت له صورة واحدة تنتسب إلى التسعينات. تخيل يعني إيش قد عمق. أريد أقول شان صاعد أقول نكران الذات نكران الذات عند هذا القائد. هذا قائد من القائد، هذا قائد من القائد. أنت لاحظت الشقق اللي كم استثمار أخذ حزب الله؟ كم استثمار أخذ في بيروت؟ لاحظت الشقق اللي تم قصف بها قادة حزب الله؟ لاحظت بعض القادة تم استهدافهم بدراجات، بعض القادة تم استهدافهم بتاكسيات. عندنا منهم وين هم؟ احنا يا اخي ما يلتحق الشهيد ابو باقر الساعدي اللي قتل بالمجدل. طبعا هذا أبو باقر الساعدي هذا سامع بقبل شايفه أبداً. إلى صورة بالبلد وهذا لا تحترمه الزعامات موجودين. ولا يحترمه من يتاجر بالمقاومة ومن يتاجر بالممانعة ومن يتاجر بالمحور ومن يتاجر بهذه القضية. نموذج أبو باقر الساعدي أنا أتحدث بشكل واضح وصريح. نموذج ترابي، نموذج مبني على قناعة مطلقة بأنه يواجه قضية ولا يواجه مسألة ترتبط بالسياسة ومصالحها. الأخوة اللي أو مو الأخوة، القادة اللي يتحكمون بالمشهد السياسي والذين يرفعون بالنهاية شعار الممانعة، من يستبدلون القضية من يستبدلون قضية بالمعادلة السياسية. أنا أتحدث عن الموقف العراقي المقاوم. المقاوم وحتى الموقف العراقي المقاوم. من المقاوم؟ أنا أتحدث عن المقاوم. هل يستمرون أخوتنا بالمقاومة مثل ما استمر السيد حسن؟ أنا عندي وجهة نظر في ذلك. أنا أتحدث هل يعرفون تبعات الاستمرار بهذه المقاومة؟ أنا أتحدث بموضوعي. راح ننتصر. عندنا أبرز فصيلين الآن واضحين وصريحين في مقاومتهم في ظل معادلة الإطار التنسيقي. كتاب حزب الله والنجباء. تابع ولاحظ مواقف كتاب حزب الله والنجباء قبل عملية أكتوبر.
وما بعد عملية أكتوبر. هم واحدة ثابتة وهم يدينون أشقائهم الذين خذلوهم بالمعادلة السياسية وطبعوا مع السفارة. حديثي عن هؤلاء وقد يكون مصير هؤلاء وقد يكون مصير الفصيلين مماثل لمصير الأبطال في لبنان. قد يكون مماثل لهم ومشابه. نحن نتحدث عن طبقة سياسية شيعية أوهنت موقفها، أضعفت موقفها، وضيعت المشيتين. لا هي تمتلك استراتيجية ولا هي تمتلك قوة في التكتيك، ولا هي تمتلك قناعة عقائدية جهادية مهدوية، ولا هي واضحة مع الإيرانيين وتقول لهم نحن محوركم وممثلين عنكم في العراق، ولا هي واضحة مع الأمريكان وتقول لهم نحن قادرين على تطبيع العلاقة الاستراتيجية. وكل هذا يا سيد نجاح تسببت به إيران وسياسة إيران في العراق والمنطقة منذ 2003 لحد الآن، والآن بدأت إيران تخسر شيئا فشيئا حلفائها في هذه المنطقة، وبدأ حتى المؤيدين من الشيعة لإيران بدوا يتساءلون أين إيران؟ يعني شو وقت الفزع الصير؟ هل لمجرد الحفاظ على إيران كدولة، لمجرد أن نتجنب صواريخ نتنياهو وصواريخ بايدن وربما ترامب بعد 4 أشهر، يجب أن ينتهي حزب الله، ولن ندافع عن الحوثيين، ولن ندافع عن النجباء، ولن ندافع عن كتائب حزب الله، كي تبقى إيران كبيرة المنطقة؟ والله هذه أحلام، أحلام ويقظة. وبعدين أنت تمنعني من الحديث عندما يذكر منعتك من المقاطعة من علي الشمخاني. لا لا بعدين علي نعم حتى منعتني من كنت تتحدث عن اتفاق الصين ما خليتني أكمل والله بحجة أنه نرجع للماضي، وهو رجع للماضي، وهو قال بأنه إيران باعت عندما وقعت مع لك الوقت الآن السعودية. وردت أوضح لك أقول لك ردت أقول لك بأن المملكة العربية السعودية ذهبت إلى الولايات المتحدة وطلبت من الولايات المتحدة، وهذه بربارة ليف قالتها يوم 9 مارس إنه نريد أن نطبع مع إيران، فقالوا له قالت لهم قل بالحرف بالنص بالنص الدبلوماسية هي مع الأعداء وليس فقط مع الأصدقاء، روحوا طبعوا مع إيران. وعلي الشمخاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأنا مشتغل وياه عندما كنا في المعارضة، ومعروف مواقفه من فلسطين ومن لبنان، وهو شخص بالنتيجة شخص. إيران فيها مؤسسات، إيران فيها مؤسسات. بعدين هو الأستاذ كفانا شر القتال عندما تحدث عن التشيع العربي والتشيع الفارسي، وهذا هو كلام نتنياهو، هذا كلام نتنياهو من 2014 كان يقول لدينا تحالف مع الدول العربية السنية المعتدلة لمواجهة. هذا كلام الدكتور علي شريعتي رحمة الله على روحه، لا نتنياهو ولا كلام سيد داود. لا لا كلام نتنياهو غير شيء. لا لا كلام كلام علي شريعتي غير شيء. التشيع الصفوي والتشيع، لا تودينا بمكان آخر. التشيع الصفوي غير التشيع العلوي، وغير التسنن الأموي والتسنن المحمدي، هذا موضوع آخر. بس عندما يأتي نتنياهو في الآيباك ويكرر هذا الكلام 2014-2015 هسه أجيك في الكونغرس ويقول إيران احتلت 5 عواصم عربية، يجي يكرر نفس الأخ في لبنان هذا الكلام. أنا ما أريد أدخل في سجال. إيران تدعم محور المقاومة وفق المادة 154 من دستور الجمهورية الإسلامية الذي لا يسمح لها بالتدخل في شؤون هذه الفصائل التي هي تدعمها. خلي يروحون يقرون المادة 154. لكنها بالنتيجة من الواضح فيه. إيران من الواضح إيران تدعم المقاومة، من الواضح جدا إيران تمتلك من الحلفاء في أذرع المقاومة. لكن ألا تعتقد بأنها لم تكن تتوقع عندما دعمت حماس وأشرف الحرس لك. عفوا خلك من سؤالي، أنا قلت لك خلك من سؤالي بداية. عندما أشرف الحرس الثوري على حماس وعلى كتاب عز الدين القسام، ولا تقول لي ما تدري إيران، على تنفيذ عملية 7 أكتوبر اللي رفعنا رأسنا بها، كانت تتوقع إيران أنه الرد الإسرائيلي سيستمر لمدة عام وتنتهي حماس وتمحى غزة ثم تنتقل إسرائيل إلى لبنان ويقضى تماما على حزب الله باغتيال سيد المقاومة؟ لو كانت إيران تتوقع لما كانت تريد إنهاء
مفاوضات الحلف الإبراهيمي بين إسرائيل بين إسرائيل بين إسرائيل والسعودية. عفوا هذه الأفكار لازم توصل للناس. نجحت في تأجيل تنفيذ تنفيذ التطبيع الإسرائيلي السعودي. تفضل. كل ما تقوله أنت الآن غير صحيح. إيران ليس لها علاقة بطوفان الأقصى، وقالت ذلك مرارا، وتوج هذا الكلام سماحة السيد علي خامنئي، قال نحن لم نكن مطلعين لكننا نقبل الأيادي التي نفذتها. وقلت لك المادة 154، إيران دولة دستورية، هاي المقولة من الثورة والدولة هذا كلام فاضي، هذا كلام أكل عليه الدهر وشرب. إيران دولة، هي الجمهورية الإسلامية، هي بيضة الإسلام، هي قاعدة الإمام المهدي المنتظر، وتدعم وفق المادة، أقول دستوريا هم وفق المادة 154 التي تنص على عدم التدخل في شؤون هذه الدول وفي شؤون الفصائل الداخلية. واضح. شوف أنا هذه المرة قلت ذلك وأقول وأكرر هذا الكلام. أنت تعرف إيران تدخلت في سوريا لماذا؟ لأن السيد حسن نصر الله طلب منها ذلك، مو بالعكس. مو إيران تقول للحسن نصر الله قدس الله نفسه الزكية روح تدخل. فصائل المقاومة لا تقاد بالريموت كنترول، هم أسياد. ذكرتني والله ذكرتني بسوريا، ذكرتني من نصر الله أصلا، ذكرتني بسوريا. ملاحظة على ما ذكره ضيفك الكريم في الاستوديو. تفضل حتى انتقل. تفضل. في موضوع المرجعية، في موضوع المرجعية، المرجعية في بياناتها واضحة، في البيان السابق والبيان اللي قبله دعت إلى إزالة الاحتلال، وفي البيان اللي بعده دعت إلى مساندة الشعب اللبناني بكل الوسائل. كل الوسائل يعني يشمل المقاومة. في البيان الأخير ما يشمل المقاومة. لا تقول المرجعية ما لم تقله. وللمرة الثانية أقول المرجعية أشجع من أن تخفي موقفها وتعمم بهذه الطريقة. دعني أنتقل إلى سيد داود وأقول يا أخي مرة أخرى يا سيد داود، الدرب طويل والصراع طويل ويحتاج إلى تضحيات، وليس للشيعة تحديدا من سند إلا إيران. لا يجب تخوين إيران، ويجب أن نحافظ على إيران ونقاتل وندفع بلداننا من أجل إيران. سيد داود، سأرد على سؤالك بحادثة حصلت في الثمانينيات. كان الملحق الثقافي الإيراني يقدم محاضرة في سور، وكان يومها أحد قادة حركة أمل المعروف الذي قتل لاحقا في الأوزاي، وهو داود حاضرا في هذه المحاضرة. يقول الملحق الثقافي الإيراني أن إيران هي دولة الشيعة وفيها الأغلبية الشيعية، وأنتم في لبنان أقلية، يعني الشيعة اللبنانيين أقلية، فلا ضير إن ضحينا بالأقلية لأجل بقاء الأكثرية. يومها انتفض الشهيد داود وقال له نحن في لبنان شيعة لبنان نضحي بالأكثرية لنحافظ على هذه الأقلية، لأن هذه الأقلية هي التي ستقاتل من أجل فلسطين وتحرير فلسطين. بالتالي ضيفك من لندن يحكي اللي بده إياه. نحن في لبنان شيعة أحرار. قبل الثورة الإيرانية وخلال الثورة وبعد الثورة كنا نقاتل إسرائيل وسنبقى نقاتل إسرائيل، لأن القضية الفلسطينية باعتقادنا القومي العربي هي قضية مركزية، والدفاع عن الفلسطينيين هو واجب أخلاقي وإنساني وقومي وديني. وبالتالي نحن لسنا ننتظر أي يعني توجيه من لن تتمكنوا دون معونة إيران. ولبنان دفع أثمانا باهظة ولا يزال. هذا ليس صحيحا. نحن واجهنا إسرائيل بالزيت المغلي وبوريد الصيد، ومن ثم بدأنا نطور قدراتنا، وكان البيت الشيعي في الجنوب
يقتطع من مدخوله النصف لكي يشتري السلاح ويزود بها المقاومة. نحن يعني نحن في ثقافتنا وفي تربيتنا مقاومين، ونحن نعلم الآخرين منطق المقاومة. بعد الذي حصل والذي نتمنى أن نصل سريعا إلى وقف هذه المذبحة بحق غزة وبحق لبنان، نحن نحتاج عمليا إلى أن نعيد ترتيب وضعنا الداخلي وبناء وفاقنا الداخلي اللبناني، وهذا المكون الشيعي الأساسي في لبنان أعود وأقول عليه أن ينطلق مجددا بمبادرات باتجاه الداخل اللبناني لكي نعيد نقوي مؤسسات الدولة ونثبت حضورنا في مؤسسات الدولة. أما فيما خص السيد حسن، لأنه أنا أمتلك هذه المعلومة وشاهد حي عليها، عندما طلب من إيران التدخل في سوريا في أحد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويومها كان الرئيس محمود أحمدي نجاد رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. الرئيس محمود أحمدي نجاد لا زال حيا، والرئيس اللبناني السابق العماد ميشيل سليمان لا زال حيا، وبإمكانك أن تسأل الاثنين معا. في اجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يسأل الرئيس سليمان الرئيس نجاد عن الوضع في سوريا، فيقول له بالحرف الرئيس نجاد إن رئيسا قتل 100,000 من شعبه لا يستطيع أن يستمر في الحكم. سأله الرئيس سليمان ماذا يعني ذلك، فقال له فليحكم الإخوان. يعني أتينا إلى بيروت وأبلغ هذا الأمر إلى حزب الله، وتحديدا إلى الحاج محمد رعد حفظه الله، ومن لحظتها حصل هذا التدخل من قبل السيد حسن الذي تربطه علاقة مباشرة مع السيد الخامنئي وله موقعية خاصة عند السيد ودفع الخامنئي السيد أحمدي نجاد ثمن هذا الموقف. هذا الموقف لا أمتلك الكثير من الوقت. دفعه أنه خرج من السلطة طبعا، وخرج خرج من السلطة وهناك، وبالتالي يعني لكي أدلل لك على مسألة ما يسمى البراغماتية الإيرانية، هذه البراغماتية. أما أن إيران هي دولة الإمام المهدي هذا خلاف للعقيدة الشيعية، خلي ضيفك من لندن يقرأ بأحاديث أهل البيت ويقرأ في العقيدة. إيران ليست هي منطلق للإمام المهدي. نحن في عقيدتنا نعرف أي دولة هي التي سيكون الإمام المهدي هو منطلق. واضح. الختام بدقيقة يا مكر. فقط أحاول أن أستذكر معلومة جدا مهمة حقيقة سريعا. في مرافقتنا لأخونا عزيز وفد القيادة من الخط الوطني ذهبنا إلى المرجعية قبل شهرين ثلاث، التقينا مع مكاتب المرجعيات الدينية لإحاطة بمشروع للخط الوطني، سألناهم بشكل واضح وصريح ما هو رأيكم وقناعتكم بوجود السلاح خارج منظومة الدولة بشكل واضح وصريح. حقي هذا إجابة للأستاذ نجاح ولمن يعتقد بأن فصائل المقاومة حق موجود في العراق. قالوا يجب تقوية الدولة لأن الدولة ممسوكة من الفاعل الشيعي، وتقوية الدولة ونموذج الدولة سيكون بالنهاية هو مشروع قيام دولة المقاومة أو الممانعة في المستقبل. أنا أتحدث عن رؤية استراتيجية تمتلكها القيادي في تيار الخط الوطني حامد السيد. شكرا جزيلا لك من لندن الصحفي والباحث في الشأن السياسي نجاح محمد علي. شكرا جزيلا لك من بيروت الصحفي داود رمال. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. نشوفكم باكر إن شاء الله.